ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. الغميضة، قطع السجق في الهواء. هو كيف لا يأكلها؟ لا أستطيع أن أعرف. يا رفاق انظروا. اليقطين التهم رأس فريد واستولى على جسده. أنا خائف. يا رفاق، اليقطين التهم صوفي. هيا لنهرب، إنه هجوم اليقطين القاتل. نجح الأمر. هيا أيها السنجاب، أعرف أنك هنا في مكان ما، لن تختبئ من نظارات الليل هذه. يا سنجاب خذ سهم المهدئات. يا فتى، إنه يثير جنوني. اذهبي من هنا وسأذهب من هنا. يا رفاق أعتقد أنني أعتصر، أشعر بدوار. جيد، نما شعرك، أنا سعيدة جدا. اهدأ اهدأ، ستكون بخير. ماذا حدث؟ أتذكر الآن، وحوش. لا يا بركة، ثمار اليقطين من أجل احتفال عيد التنكر. نعم فريد، أخبرنا عنه. إنه أفضل احتفال في العالم، هناك ألعاب وتلوين الوجه ومسابقات وطعام. السجق، ويتنكر الجميع في أزياء مخيفة. سأذهب في زي أميرة. أنتم لن تذهبوا إلى أي مكان بعد انكشاف أمركم. أعتقد أنكم تحتاجون درسا عن التمويه مع قطع السجق. جيد، ممتاز. هل أنت واثق أنهم مهما رموا الكرة بقوة لن أقع في الماء؟ إلا إذا رموها ببازوكا. هيا اجلس اجلس. ممتاز، سأضع المتعقب الجديد أسفل المقعد. جعلت المسبار متعدد الاتجاهات، ولأنه سيكون في اتصال مع عمود الفقري سيكون شديد الحساسية. بينما يحاول المزعجون إيقاعي، سيعثر أكثر متعقب الجرار دقة في العالم على الجائزة الكبرى اليوم. ساكن الجرار. رأيت، تحتاج بازوكا. كما ترون يستخدم النمر خطوطه للاختباء، هذا ما يسمى. يا رفاق هاي، استيقظوا، لو هناك وسيلة مشوقة لتعلم التمويه أود معرفتها. ما رأيك في لعبة الغميضة؟ ياي الغميضة ياي. إنها لعبة. جائع يعرف. واحد اثنان، هيا بنا. 90 100، جاهزون أم لا؟ نحن رفاق، فقط كونكم لا تروننا لا يعني أننا لا نراكم، اختبئوا. صوفي لن تعثر علينا هنا. ما الأمر؟ خطر؟ لا صلصة، وضع التحري. متحمس. واو ماذا؟ لا أرى أي واو، أرني الواو. واو أريد الذهاب هناك. جاهزون أم لا؟ قادما. ماذا عن التمويه؟ انظرا إليهم، يبدون مثلنا، لدينا التمويه المناسب. أمسكتك. لا، جاء يبخ الصوف فقط إذا كان خائفا أو متحمسا. الاحتفال. هيا فتى، ما هذا؟ ياه، أزياء رائعة. هذا كشك تلوين الوجه، يلونون ويرسمون على الوجوه نمورا أسودا. هذا يبدو تمويها في رأيي. بالمناسبة أنا اسمي. اجعلنا نمورا في العصب رجاء. ياه أزياء رائعة، لا أرسم النمور، ما رأيكم في شيء آخر؟ انتظر
تعالوا تدينونني بالنقود. شان تعال يا رفاق، الأمر سهل ممتع، أغرقوا البروفيسور وفوزوا بالجائزة. ها سكان الجرار، إنهم هنا، هيا اخرجوا من مخابئكم. كن يقظا، يجب أن نعثر عليهم قبل أن يفعل المبتكر. هاي احترس. ماذا تريد يا صديقي؟ قطع السجق، المزيد من السجق، أريد المزيد، المزيد. ها الحساب 60 جنيها. لا أحب النقود، فقط السجق. هاي أنا لن أسمح. شان شكرا يا سيدتي، أغرق البروفيسور المزعج وفوزي بجائزة. شانغ شعرت بهزة من الجهاز، أبقي عينيك على سكان الجرار. محاولة جيدة، ربما المرة المقبلة يمكنك رمي الكلب. لابد أن جائع كان هنا. شانغ متعقب الجرار يصفر بجنون في كل اتجاه، إما أنهم هنا أو قد أصيب بعطل ما. ربما أخطأت بتركيب المسبار متعدد الاتجاهات. الآن أنزلني ودعني أفحصه. لقد علق من ضربات الكرة التي تلقاها يا سيدي. إذن أصلح بعد أن أنتهي من عرض تقليم الشجر. شانغ شانغ. يا رفاق مستمتعون؟ نعم أعرف ما تعنون. هل سيكلفهم أن يضعوا كشك سماد؟ شكرا شكرا، أهلا بكم في عرض تقليم الأشجار. شان شان قص قص. شان شان. شخص مزعج سرق أشجاري، طفع الكيل، سأتوقف، سأعود إلى صيد السناجب. شانغ هناك. ها أنت هنا، أين؟ أسفة يا فتى. هناك. لا عليك، أنا أوبل. باركا ما الخطب هنا؟ يجب أن نذهب من هنا، شانغ يريد أن يقطع أصدقائي. لا يمكننا الرحيل دون جائع. أين هو؟ أوف أوف. يا أنت يا فتى الكلب، لا تقف هكذا في مكانك يا فتى، افعل شيئا. عديم الفائدة. بازوكا. نعم نجحت، الآن سأتمكن من البحث عن أرى الأرض الآن. بازوكا. هذا ما يحدث للعلم الشرير. من الواضح أنهم ليسوا هنا، بحثنا في كل مكان، أيمكننا الاستمتاع؟ لن يحدث قبل أن ينتهي البحث، هيا. حسناً حسناً، لقد كنتم تختبئون هنا طوال اليوم، ها؟ عثرتما علينا، أحسنتما. عناق الأشجار. سأعانقك عناق الأشجار، ذهبتم إلى الاحتفال. لا
وكيف تفسرون وجوهكم الملونة؟ تمويه النجاة؟ البروفيسور كان هناك. نحن آسفون جدا، لن نتسلل خارجا ثانية. صوفي، كان الأمر مخيفا. تشانغ تشانغ تشانغ، أحتاج طريقة جديدة لكسب المال، لا أحد يفهمني. ها ها ها.